Tossi te meta bobo te acus momento agio if ange elio. Moro tinge fethne yukhan Ibrahim shesintinugum kiri afrongison tunka. Talon kan agio if angelion to anonosma. Sansi kire ye. خافة الله نسمع الإنجيل المقدس فصل بشارة معلمنا ماري لوقا الإنجيل البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا بن شويس وبن نوتي وبن ستير وبن أورتيرينيسوس بخريستوس بشير من بنوتة أون شايني بي أوفا بن نوتي بشايني مشايني تيرامي دوكساسي كيريا المزامير يا أبينا داود النبي بركاته على جميعنا تبارك إكليل السنة بصلاحك وبقاعك تمتلئ من الدسامي ابتهجوا بالله معيننا هللوا لإله يعقوب باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. ثم رجع يسوع إلى الجليل بقوة الروح وزاع الخبر عنه في تلك الكورة وكان هو يعلم في مجامعهم ممجدا من الكل فأتى إلى الناصرة الموضع الذي ربي فيه ودخل إلى المجمع في يوم السبت كعادته وقام ليقرأ فدفع إليه سفر أشعياء النبي فلما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه روح الرب علي لهذا مسحني وأرسلني لأبشر المساكين وأنادي للمزبيين بالتخلية وللعميان بالبصر ولأرسل إلى المأسورين بالإطلاق وأكرز بسنة الرب المقبولة ثم طوى السفر أعطاه للخادم وجلس وكل من كان في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه فبدأ يقول لهم أنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم وكان يشهدون له جميعا وكانوا يتعجبون من أقوال النعمة التي كانت تخرج من فيه وكانوا يقولون أليس هذا هو ابن يوسف فقال لهم لعلكم تقولون لي هذا المثل أيها الطبيب اشف ذاتك وحدك وكل ما سمعنا عنه إنه قد صار في كفر نحوم افعله في هذا الموضع أيضا في مدينتك ثم قال الحق أقول لكم إنه ولا نبي واحد بمقبول في مدينته وحقا أقول لكم إن أرامل كثيرة كنا في إسرائيل في أيام إيليا حين أغلقت السماء 3 سنين و6 أشهر حتى صار جوع عظيم على كل الأرض ولم يرسل إيليا إلى واحدة منهن إلا امرأة أرملة كانت في صرفة صيدا وكان يوجد برص كثيرون في إسرائيل في زمان إليشع النبي
ولم يطهر واحد منهم إلا نعمان السرياني، فامتلأ الجميع غضبا لما سمعوا هذا، وقاموا فاخرجوه خارج المدينة، وجاءوا به خارجا إلى أعلى الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه، حتى يطرحوه إلى أسفل. أما هو فعبر من وسطهم ومشى